وعايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان نرجع يا زمان. حلقة النهاردة تجربة مختلفة وليها سحر خاص. هنتمشى في شارع وميدان طلعت حرب زمان ودلوقتي، هنغوص في أعماق الزمن. أتمنى إن الفكرة تعجبكم، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. لو انت بصيت على الصورة اللي موجودة ناحية اليمين، فاحنا موجودين في شارع توفيق في تقاطعه مع شارع فؤاد. ولو بصيت على الفيديو اللي موجود ناحية الشمال، فاحنا موجودين في شارع عرابي في تقاطعه مع شارع 26 يوليو. عايزك تقفل عينيك وتفتحهم تاني وترجع معايا عشرات السنين لورا، وتشوف اثر الزمن على الشوارع وعلى المباني وعلى طبيعة الحياة. شيء فعلا مختلف لما كانت الحياة ارق واهدى واصفى. شايفين نفس الشارع ونفس العمارة، لكن مش نفس الناس ومش نفس الخيال. العمارة دي موجودة على ناصية شارع طلعت حرب زي ما احنا شايفين ناحية الشمال، وعلى ناصية شارع سليمان الفرنساوي لو بصينا عليها في الصورة اللي موجودة ناحية اليمين. الشارع هنا اللي هو شارع 26 يوليو كان فيه ترماي بيمشي فيه زمان، وباين في الصورة قدامكو اهو، وشكل العربيات القديمة اللي موجودة قدامكو اللي طرازاتها قديمة جدا. ويمكن كانت الشوارع اتجاهين لان العربيات كانت قليلة وما كانش فيه مشكلة في ده. يمكن العمارة اللي قدامكو دي اتغيرت نسبيا مع الزمن، الشارع كمان معالمه اتغيرت نسبيا، ويمكن بعض البلكونات كده الناس قفلتها بالازاز. وشايفين المحل اللي تحت العمارة ده هو محل الامريكان الشهير، سواء كان في الصورة او في الفيديو اللي موجود ناحية الشمال. كان داخلين دلوقتي كده على بداية شارع طلعت حرب، واللي كان زمان اسمه شارع سليمان باشا الفرنساوي، واللي أسس أو شارع سليمان يعني، وهو سليمان باشا الفرنساوي هو اللي أسس الجيش المصري أثناء عهد محمد علي. كان ليه تمثال موجود في الميدان وتحط مكانه بالظبط تمثال الاقتصادي المصري الكبير طلعت حرب، زي ما هنشوف كمان شوية صغيرين. هنجري الصورة شوية بقى عشان نطلع قدام شوية ونشوف المبنى اللي موجود على ايدينا الشمال دلوقتي ده، واللي موجود فيه سينما مترو. يعني يمكن السينما مترو الشهيرة جدا اللي موجودة في شارع طلعت حرب او في شارع سليمان. وزي ما انتم شايفين العمود اللي موجود ده واللي مكتوب عليه اسم السينما باللغة العربية. ويمكن الصورة اللي موجودة ناحية اليمين متاخدة من الزاوية التانية، واللي هي ظهر العمود ده ومكتوب فيه اسم سينما مترو باللغة الإنجليزية. يعني هتلاحظ ان سينما مترو دي انشئت سنة 1940، وتقريبا الصورة دي موجودة ومتصورة في الاربعينات، والسينما دي اسستها شركة مترو جولد ماير. شايفين المبنى اللي موجود فيه السينما والمحلات اللي تحته تقريبا متغيرتش. هتلاحظوا ان تقريبا كل المحلات زمان كانت بتحط تنت كده عشان تحمي المحلات من الشمس، وكمان الناس تقدر تقف وتتفرج على المنتجات اللي بتعرضها المحلات دي. شايفين الناس ماشية في هدوء وصفاء ذهني كده، كانت الدنيا زي ما قلتلكوا أرق وأصفى وأروق. انتقلنا كده الوقت تاني والزمن تاني، وبنشوف الشارع في الصورة اللي موجودة ناحية اليمين من أعلى، والفيديو بيوضح تقاطع شارع عدلي مع شارع طلعت حرب، وقدامنا سينما ميامي. واللي يمكن بقى واضح انه على مر السنين اتغير شكل المبنى الخاص بسينما ميامي وبقى شكله مختلف نسبيا. شارع تاريخي ومباني تاريخية وعريقة بنشوفها مع بعض في تجربة جديدة أتمنى إن هي تعجبكم، وأتمنى تعملوا لايك للفيديو فضلا طبعا لأمرا عشان نتفرج على جمال بلدنا. الصورة هنا رحنا فيها يمكن لزمن تاني، وزي ما انتوا شايفين برضو شكل العربيات القديمة اللي مالية شارع طلعت حرب او شارع سليمان. هننتقل بقى من الصورة دي ونروح على الستينات او السبعينات، وبقت صورة ملونة لكن برضو بنشوف فيها سينما ميامي وشكل العربيات الاحدث وشكل الاوتوبيس الاحمر المشهور واللي كان بيميز النقل العام في مصر. مشينا لقدام شوية بقى في شارع طلعت حرب او شارع سليمان، ورجعنا بالزمن لورا وبنشوف المبنى والممر اللي فيه سينما راديو. يمكن الصورة دي متاخدة من عمارات بيهلر اللي موجودة في الممر الجميل اللي بيزين شارع طلعت حرب. زي ما حضراتكم شايفين العربيات كتيرة في الشارع، وواضح ان شارع طلعت حرب زي ما قلتلكوا هو شارع تجاري مليان بمحلات الملابس والأحذية والأقمشة، وواضح ان التمشية فيه جميلة من زمان. شايفين يمكن المحل اللي قدامكم ده محل اسمه مولارد، مش عارف بصراحة كان بيبيع ايه،
وممكن علامة سينما راديو موجودة فوقيه اهو، وزي ما انتوا شايفين العمودين اللي موجودين في الفيديو ناحية الشمال هما نفس العمودين اللي موجودين في الصورة اللي موجودة ناحية اليمين. كان ساعتها مسموح ان العربيات تركن ناحية اليمين وناحية الشمال، وزي ما قلت لكم ان كان معظم الشوارع بتبقى اتجاهين رايح جاي. يعني زي ما انتوا شايفين تجربة جميلة، واتمنى ان انتوا تستمتعوا بيها، وبشكل العمارات اللي موجودة في شارع طلعت حرب او شارع سليمان والقاهرة الخديوية الجميلة جدا، ويعني حاجة رائعة جدا. وخلاص بقى بقينا موجودين في ميدان طلعت حرب اللي موجود في الفيديو اللي على الشمال، وفي ميدان سليمان باشا اللي موجود في الصورة اللي على يمنا. ملاحظين ان التمثال في الصورتين متغير، لان زمان كان الميدان زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كان موجود فيه وفي نفس المكان تمثال سليمان باشا الفرنساوي مؤسس الجيش المصري اثناء عهد محمد علي باشا، لكن بعد ثورة 52 اتحط في نفس المكان تمثال الاقتصادي المصري المشهور ومؤسس بنك مصر طلعت حرب، واللي بيقولوا عليه ابو الاقتصاد المصري. يعني يمكن رحنا لزاوية تانية وداخلين الميدان من شارع طلعت حرب نفسه، بنشوف ان شكل العمارات زي ما هي ما اتغيرتش، مازال تمثال سليمان باشا الفرنساوي معانا في الصورة، ويمكن في الصورة واضح ان كان في مهرجان كده كانوا مسمينه اسبوع المرور، والحكمه اللي مكتوبه ان السرعه اقصر طريق للموت، حاطين يمكن عربيه مخبوطه كده وعامله حادثه عشان يوعوا الناس بخطوره السرعه. احنا بالفعل لسه في الفيديو اللي موجود ناحيه الشمال بنتفرج كده على تطابق شكل العماره اللي موجوده وشكلها اللي موجود ناحيه الفيديو ناحيه الشمال. يمكن احنا عارفين ان حصل تطوير في العمارات القاهره الخديويه او في معظم عمارات القاهره الخديويه، اتدهنت مره ثانيه وخاص وبداوا بالعمارات اللي موجوده في الميدان او ميدان طلعت حرب المشهور جدا، عشان العماره بالفعل رجع ليها رونقها وجمالها القديم وبنتفرج عليها بشكل كبير. يمكن ملاحظين ان كان في الصوره اللي ناحيه اليمين كان في ساعه في الميدان، وزي ما قلت لكم العمارة تقريبا ما اتغيرتش على مر عشرات السنين، حصل فيها تطوير، ويعني حاجة جميلة. يمكن بنشوف العمارة مرة تانية في زمن مختلف، وبنشوف الميدان من زاوية تانية، وبنشوف الحنطور اللي ماشي وسط الميدان، ويمكن واحد اهو راكب عجلة، والعربيات القديمة في ميدان سليمان باشا، واللي يمكن ملاحظين ان هو من اكتر الميادين اللي ما حصلش فيها تغيير كبير في شكلها رغم مرور عشرات السنين، لكنه مازال محتفظ بالطابع المعماري اللي بيميزه. يعني حاجة رائعة جدا، وزي ما انتم شايفين بتمنى ان احنا نحافظ على الجمال ده ونحافظ على جمال عمراتنا التاريخية وجمال عمراننا اللي مش هيتكرر. احنا يمكن هننتقل بقى لورا شوية من الزمن ونشوف العربيات اللي بتجرها الحصينة كده اللي موجودة برضو في ميدان سليمان باشا او ميدان طلعت حرب باشا. يمكن الصورة دي موجودة من سنة 1917 تقريبا. احنا بالفعل بقى في اخر صورة قدامكم، وبنشوف الستات اللي لابسين ملايات اللف واللي ماشيين، ويمشي بقى براحتك في وسط الشارع مفيش عربيات تقريبا، لكن لو بصينا ناحية الشمال هنلاقي ان العربيات بقت اكتر بكتير واسحم بكتير من زمان في المنطقة اللي موجودة في وسط البلد، والميدان اللي بيتوسط شوارع كتير زي شارع قصر النيل وشارع محمد صبري ابو علم وشارع محمود بسيوني، واحنا خارجين وداخلين على الميدان وداخلين على شارع قصر النيل، وبدل الراجل اللي كان بيسوق عجلة في الصورة اللي فاتت زي ما احنا شايفين الشباب اللي بيلعبوا بالباتيناج اللي موجودين جوه ميدان طلعت حرب بيستمتعوا. اتمنى ان رحلتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.